يعني في الحقيقة الأوضاع شبه يمكن القول بأن هنالك توترات الآن بين المحتجين وعناصر من الشرطة الفرنسية. كما تلاحظ هنا المحتجون الغاضبون خرجوا في هذه التظاهرة يجوبون شوارع العاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة أيضا إلى قيامهم بتكسير عدد من المحال التجارية والتعدي على بعض الأملاك. هذا الأمر يثير غضب الشرطة الفرنسية التي بالتالي ترد باستخدام الغاز المسيل للدموع وفي بعض الأحيان مدافع المياه لتفريق هؤلاء المحتجين. الشرطة الفرنسية من جانبها كانت قد قالت بأنها سوف تنشر 5000 رجل من أمن ودركي في العاصمة الفرنسية باريس تحسبا وتخوفا لوقوع هكذا أعمال عنف، لكن على ما يبدو بأن الفرنسيين الغاضبين سيقومون بالتعبير عن غضبهم سواء بمظاهرات سلمية أو بطرق عنيفة. أيضا في غرب البلاد وبالتحديد في مدينة لوغيو كان هنالك أيضا عملية حرق لمركز دي الشرطة الفرنسية، أصيب على إثره 3 من عناصر الأمن، والاشتباكات لا تزال مستمرة بين المحتجين والشرطة. طيب أو يا علاء، يعني يبقى تساؤل، المتظاهرون يستخدمون الحجاب، هل هي حالة الغضب من يحرك الشارع الفرنسي أو ربما اليمين أو حتى اليسار أو ربما غضبة النقابات، يعني ليست الناس العادية، النقابات، عمال النقابات، وهناك انقطاع في التيار الكهربي وكذلك في السكك الحديدية وفي المطار، يعني وضع النقابات للضغط على الحكومة لافت جدا للنظر علاء صراحة. يعني كما تعلم بأن النقابات هي أولا المحرك أو الدينامو الرئيسي لهذه التظاهرات، هي التي تقوم بدعوة الفرنسيين. اليسار الراديكالي يحاول دعم هذه التجمعات والتظاهرات، اليمين المتطرف يحاول استغلال الموقف سياسيا ويدعي بأنه يدعم الفرنسيين كما جرت العادة. لكن هذه التظاهرات اليوم هي التي يحركها النقابات العمالية. دائما هنالك في أي مظاهرة دائما يوجد من يسعون إلى التخريب، يسعون إلى القيام بأعمال الشغب والتعدي على أملاك الآخرين. ليست جميع التظاهرات مظاهرات عنيفة، لكن الاحتقان لدى الشارع الفرنسي خصوصا بعد كلمة ماكرون التي استمرت 35 دقيقة يوم أمس، هذا الغضب بدأ بالانفجار، وعلى اعتبار بأن الفرنسيين باتوا يعتبرون بأن الرئيس الفرنسي لم يكن يعيش في هذا الواقع، أي الواقع المعاش لدى الفرنسيين، وبأنه بعيد كل البعد عما يحدث في الشارع الفرنسي. ليلة أمس كان هنالك مواجهات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين، اليوم صباحا كذلك الأمر كان هنالك عملية شل أو قطع المدن بين بعضها والطرق الواصلة بين هذه المدن، أيضا شبكات النقل تم الإضراب فيها، بالإضافة كما ذكرت أن هنالك إضراب في عدد من المصافي النفط وأيضا المطارات، وبالنسبة لعدد من القطارات التي لا تعمل والتي تصل المدن الفرنسية ببعضها. باريس يمكن القول اليوم عنها بأنها مشلولة تماما، لا يوجد أي وسيلة نقل، فقط على الأقدام. الفرنسيون جميعا خرجوا إلى الشارع، دائما الشرطة الفرنسية تحاول تقليص أو تحجيم عدد المتظاهرين في الشارع، لكن بحسب ما نرى فإن هذه التظاهرة، ولعلك ترى من خلفي، طويلة جدا. صحيح. تمتد من صحيح. أول هذا الشارع إلى آخره على امتداد النظر والعين. هنالك أيضا أمامنا مباشرة الشرطة الفرنسية التي تقوم بسد جميع المداخل والمخارج لتمنع أي أحد من الخروج من هذا فقط المكان. علاء، تكتفي بمسألة إيقاف الغاضبين أو ربما هناك حالات اعتقال يا علاء؟ يعني دقق لي المعلومة. ومن زاوية أخرى، زاوية الحكومة أو زاوية الرئيس إيمانويل ماكرون، هل هناك أي نية للتراجع؟ يعني الشارع غاضب وثائر إلى درجة لم تكن في الحسبان صراحة، فبالتالي هل هناك أي نية للتراجع؟ كما تشاهد الآن فضل. كما صف لنا كما تشاهد محمد، هنالك إلقاء غاز مسيل للدموع. فبالنسبة لسؤالك محمد، فعلى ما يبدو بأن الشارع الفرنسي لن يتراجع، هو يتهم ماكرون بأنه رئيس ديكتاتور وبأنه سينفذ ما هو يراه فقط مناسبا، لكن بالنسبة للنقابات العمالية سيكون هنالك بيان عقب هذه التظاهرات لتحديد يوم جديد من التظاهر، بالإضافة أيضا إلى أن هنالك سنحصل على الأرقام الرسمية لعدد الذين تم اعتقالهم خلال هذه التظاهرات. يا علاء، عذرا، أولا كن آمنا
يمكن أن يعلق في المقام جداً الأول جداً. واسمح لي باستئذان زميلي المصور لاستعراض ما الذي يحدث تحديدا في الشوارع، كذلك حجم التظاهرات، وكن آمن يا علاء في المقام الأول. هذه الصورة محمد مباشرة من هنا من العاصمة باريس، عملية إحراق للقمامة، هنالك أيضا مجموعة تطلق على نفسها بلاك بلوك تقوم بإطلاق الألعاب النارية وأيضا تكسير بعض واجهات المحال الزجاجية، بالإضافة أيضا إلى رشق الحجارة. كما تلاحظ حالة من التوتر، حالة من العنف والاشتباكات والمواجهات، لكن كما ذكرنا الشارع الفرنسي غاضب وغاضب جدا. الأيام القادمة ستكون صعبة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة، خصوصا مع الدعوات لتظاهرات جديدة في 27 من الشهر الجاري، بالإضافة أيضا إلى استمرار الإضرابات في المناطق والقطاعات المختلفة على مستوى التعليم، على مستوى الطيران، وأيضا مستوى النقل. طيب هذا هو المعتاد على يعني الصورة عدد تتكلم. عدد صحيح، الصورة تتكلم عن نفسها، عدد القنابل المسيلة للدموع لافت للنظر، هل هذا هو المعتاد؟ كذلك رأيت والكاميرا تستعرض لنا الأحداث بعض اللافتات والأعلام، هل هي أعلام نقابية فئوية؟ ماذا عنها يا علاء؟ هذه الأعلام مخصصة لمجموعة تطلق على نفسها مجموعة بلاك بلوك، لكن يمكن القول بأن جميع الشعارات المرفوعة هنا تطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتنحي، بالإضافة أيضا إلى تعديل الدستور لمسح أو حذف المادة 49/3 من القانون الفرنسي، أيضا مطالبات باستقالة رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، وهنالك شعارات تحمل صور ماكرون على هيئة هتلر، أيضا هنالك اتهامات لماكرون بأنه ديكتاتور. هذه الأصوات التي تسمعها من خلفي هي عملية إلقاء القنابل المسيلة للدموع. سأطلب من المصور رفع الكاميرا عاليا ليمكن كي يتسنى لكم المشاهدة جيدا. كما ترى عمليات كر وفر، سجال وجدال بين الشرطة الفرنسية. سنحاول الابتعاد عن المكان قدر المستطاع. علاء التقط أنفاسك، ما نراه مشاهدينا الكرام على شاشتنا الآن من داخل الشوارع الفرنسية ومن الأزقة والطرقات، حالة من الكر والفر بين الغاضبين المتظاهرين المحتجين ضد قانون إصلاح التقاعد، وبالتالي قوات الأمن الفرنسية تتقدم في الشوارع وتلقي حجم وأعداد هائلة من قنابل الغاز والمسيلة للدموع. ما نراه الآن على شاشتنا حالة من الكر والفر بين الغاضبين وقوات الأمن الفرنسية. إذن هذه هي الصورة محمد، الشرطة الفرنسية تحاول قطع الطرق أمام المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع ومنع الاشتباكات، لكن هنالك حالة من التوترات، حالة من التشنج، حالة من الغضب. الساعات القادمة ستكون حاسمة جدا جدا بانتظار ما ستؤول إليه ساعات المساء وإلى أين ستصل هذه التظاهرات والاشتباكات بين الشرطة الفرنسية، وإن كان هنالك أي خسائر أو اعتقالات بانتظار الأرقام الرسمية. طيب من سؤال أخير يا علاء، من يحدد السقف الزمني في عملية التظاهر، وهل ربما نشهد اعتصامات ربما في الشوارع الفرنسية علاء؟ في الحقيقة هذه التظاهر على اعتبارها بأنها مرخصة من قبل الدولة فقد رسم لها مسار محدد، تسير من منطقة البستي مرورا بساحة الجمهورية ووصولا إلى ساحة الأوبرا. هذا الوقت سيستغرق من 3 إلى 4 ساعات. من المقرر أن تصل هذه التظاهرة بعد نحو ساعة من الآن إلى وجهتها، وبالتالي سيكون على الأغلب في نهاية هذه التظاهرة اشتباكات ومواجهات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين كما جرت العادة، لكن بالمقابل يجب أن في نهاية التظاهرة يجب أن تفض هذه التجمعات، لكن هناك مجموعة من الشباب الغاضب، مجموعة من الفرنسيين الذين يتبعون أيضا إلى اليسار المتشدد يقومون باستهداف عناصر الشرطة والاشتباكات، خصوصا ما أن الكثير من الدعوات باتت تطلق اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي لطلب من الفرنسيين النزول إلى الشوارع ليليا كما جرت في الليالي السابقة وبالتحديد ليلة أمس، حيث كانت الاشتباكات عنيفة والمواجهات
بين الشرطة والمحتجين في عدد من المناطق وفي مناطق العاصمة الفرنسية باريس كمنطقة ستالينغراد ومنطقة مونبرناس.